أعلن الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان الدكتور خالد الحيدان أن الوزارة قامت بتحويل خدمة إقرار أفراد الأسرة للتقارير الائتمانية إلى خدمة إلكترونية بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وأوضح أن المستفيدين من هذه الخدمة هم أصحاب الطلبات الإسكانية وأفراد أسرتهم الأساسية من الفئات الأولى والثانية والثالثة. كما أعلن الحيدان عن إطلاق خدمة أخرى جديدة تخص حق التصرف في الخدمات الإسكانية من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة الإسكان، وأوضح أن هذه الخدمات تأتي متماشية مع الظروف الراهنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أن الوزارة أكملت خططها لتحويل الخدمات الرئيسية للمراجعين إلى خدمات رقمية. بدوره قال الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن تدشين خدمة إقرار أفراد الأسرة للتقارير الائتمانية يأتي استكمالا لحزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة مطلع العام الجاري، والتي بلغت أكثر من 6 خدمات إلكترونية متكاملة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية.